السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف. فيديو اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم وأقدم لكم Build Strength. بإذن الله إن شاء الله راح أناقش كل شيء، توزيع النقاط، نوع الكلاس، الأسلحة، الخواتم، وأيضا الملابس والأيتمات المناسبة. نبدأ أول شيء بالكلاس وتوزيع النقاط. بالنسبة للكلاس، أنا اخترت كلاس Temple Knight. السبب لأنه بيعطيني أعلى توزيع نقاط ممكن. طبعا أنا بحط أنا رابط في الديسكريبشن، رابط موجن مونكي زي العادة، عشان تخطط شخصيتك زي ما تبي وتختار الكلاس اللي يناسبك. لكن حاول تختار الكلاس اللي يعطيك أقل ليفل ممكن. طبعا ليفل اللي أنا متمسك فيه واللي أنا أشرح عليه ليفل 120، وسبق شرحت السبب سابقا عشان نقدر نتواصل ونشبك مع بقية اللاعبين. الآن ناخذ ستات. نبدأ بالفتاليتي. الفتاليتي طبعا لا تقل عن 40 ولا تزود عن 50، فخلها 40. وزع نقاطك على بقية ستات، إذا فاضت النقاط نزل الفايض على الفتاليتي. الانتليجنس نخليه 18. ليش؟ عشان نستخدم سحر اسمه كيرست ويبن. هذا السحر يعطينا دمج زيادة، وسبق شرحته سابقا، فأنا أخليه 18 عشان آخذ هذا السحر. عندنا الاندورنس. الاندورنس طبعا لا يقل عن 40 ولا يزود عن 40، لأن جميع أسلحة السترينج تأخذ أوزان ثقيلة، فتحتاج أن تكون شخصيتك تتحمل الوزن الثقيل، ولا تضطر أنك تسوي يعني دحرجة ثقيلة او فات رولينج يسمونها. فالافضل انك تخليه 40، لا تزود عن 40، لان لو زودتها عن 40 السمنة ما راح تزود، راح تظل 160. فاشوف 40 هو المناسب، لا يقل ولا يزود عن 40. بالنسبة سترينث اشوف 50 هو الافضل. ليش؟ لان لو تقل عن 50 ما راح تستفيد شيء. شلون ما راح تستفيد شيء؟ أنا الآن بعد شوي بوريكم سلاحين، سلاح تطوير عادية وسلاح مطور على سكيل سترينث. لما يكون سترينث أقل ما راح تستفيد شيء. نبدأ يعني ناخذ مثال الآن عشان يعني مدامنا شرحنا الموضوع. هذا كليمور مثلا تطويرته 10، عادية جدا. السكيل حقه بسترينث سي، فأنا بركبه الآن في اليد الأولى او الخانة الاولى. الخانة الثانية عندي كليمور ثاني بتطوير كروشينج. الكروشينج تعطيني سكيل او بونس للسترينث اس، فانا بركب السلاح هذا ونقارن ما بين الدمجين. لما نروح استاس نشوف السلاح الاول 330، هذا حق التطوير العادية، بينما الكروشينج اعطاني 341. صح انه فرق 11 نقطة، لكن تراها يعني تأثر، لها تأثير. فانا اللي انا اشوفه انك تخلي السترينث حقك 50 هو الافضل. بالنسبه للدكستريتي 16، انا مخليها عشان اضمن اني استخدم كل الاسلحه حقت السترينث. طبعا الماجيك يترك في يعني ما يحرك ولا يلمس. بالنسبه للفيث لازم يكون 16 عشان نستخدم سبيل او عفوا معجزه او ميركل اللي اسمها سكند شانس. فلازم نخلي الفيث 16 عشان نستخدم سكند شانس. اما اللك نتركه كما هو. الان نبدا نناقش الاسلحه حبه حبه. في اسلحه جانبيه وفي اسلحه اساسيه في البيلد. بالنسبه للاسلحه الجانبيه عندنا الفتاه سيكرت داجر. هذا الخنجر فايته انه يعطيني اعلى دمج في الكريتيكال، يعني لما اسوي باك ستاب او لما اسوي بيري بيعطيني دمج عالي. ليش؟ لاني مطول او مطور هذا الخنجر تطويره فتال. السلاح الثاني يعتبر من الاسلحه الجانبيه اللي هو بيبي سنيل. هذا السلاح يعتبر سلاح بيري، وايضا في ميزه اخرى ان فيه وباء او بليك 420. دائما السم والوباء والنزيف اللي هو البليد لازم يكون معك كل الثلاثتهم. ليش؟ عشان لو جاك عدو متقوقع ورا الشيلد بامكانك يعني تضربه ورا الشيلد ويتسمم
او يجيه بليد او يجيه بليد، فلازم تخلي يعني الثلاث العناصر هذه عندك. بالنسبة للبليد، بيبز نيل هو الافضل، وبامكانك تستخدمه كسلاح يسوي بيري. نبدأ الأسلحة اللي تعتبر من سترينث. عندنا النايت سورد، طبعا النايت سورد تطويرة كروشينج هي الأفضل لأنها بتعطيك أعلى دمج، لكن إن طورتها تطويرة عادية بيجيك الدمج جيد، يعني بيفرق عن تطويرة الكروشينج 10 نقاط تقريبا. بياخذ طبعا اللي هو البونس حقة السترينث اس إذا طورت كروشينج، أما إذا طورت تطويرة عادية بيكون سي. الكليمور طبعا نفس الفكرة، إذا حطيت كروشينج بيصير اس من ناحية اللي هو البونس، وإذا خليت تطويرة عادية زي اللي فوق بتصير سي. الموريان بلاي طبعا هذا سلاح جانبي ما له دخل في البيلد، لكن أنا أستخدمه عشان أرفع دمجي لما أكون تحت 30% من دمي. فلما مثلا أنا أبغى أذبح بوس بسرعة أخلي دمي ناقص وأستخدم السلاح هذا على جنب في اليد اليسرى، واليد اليمنى سلاح مثلا سلاحي الأساسي، فيجيني 60% دمج زيادة. اللي بعد عندنا دراغون بون سماشر، هذا يعتبر أقوى سلاح موجود من المجموعة. سلاح هذا ياخذ بونس بي في سترينث، ويعتبر يعني يعتبر من الأسلحة الجبارة صراحة، ويعني يعتبر حتى أفضل من الجريت سورد، بل يغنيك عن الجريت سورد. السلاح اللي بعده اللي هو لارد سورد أوف سيرشينج، هذا السلاح يعتبر سلاح سترينث نوعا ما. له ميزتين، الميزة الأولى أن أسرع سلاح ضربات في اللعبة، يعني ضرباته جدا سريعة، وأيضا فيه بليد يعني أو نزيف موجود فيه، فيعتبر يعني جيد جدا صراحة، سريع ويسوي نزيف، فيعتبر يعني سلاح ممتاز. اللي بعده عبارة عن خنجر فيه السم، زي ما قلت سابقا لازم يكون عندك خنجر صغير او سلاح صغير يكون فيه سم عشان تسوي كاونتر للي يتقوقعون ورا الشيلد. فانا اخترت الميل بريكر، وايضا اعتبره افضل سلاح للبيري بالنسبة لي انا. اذا انت بتاخذ شيلد او درع او سلاح ثاني هذا الامر راجع لك، لكن الميل بريكر يعتبر يعني شيء شخصي، فبإمكانك إنك ما تأخذ نفس السلاح حقي وتأخذ سلاح ثاني، لكن حاول إن يكون معك سلاح فيه سم. بالنسبة للأسلحة اللي تعتبر مطارق صغيرة، أفضل سلاح اللي هو الجلاتوني أكس، خصوصا مع تطويرة الكروشينج بيجيك دمج يعني جيد جدا بل ممتاز، وأيضا الضربات فيه جدا سريعة. أما للمطارق الثقيلة، عندنا 3 مطارق ثقيلة وبإمكانك تختار ما بينهم. الأفضل طبعا من يعني فيهم اللي هو كروشينج جريت أكس، هو الأفضل كدمج، يعني هو الأفضل اللي هو كروشينج جريت أكس، لكن العيبة إن مداه قصير يعني ما يوصل بعيد، لازم تكون قريب مرة من اللي تضربه. اللي بعده عندنا الميت كليفر، الدمج حقه 406، يعني اقل من الكروشنج جريت اكس يمكن ب 80 نقطة، يعني هذا يمكن حول 480 وهذا تقريبا 406، فاضعف شوي، لكن له ميزة ان وزنه خفيف، وايضا يعني المدى حقه يوصل بعيد، يعني تضرب اللي قدامك من بعيد شوي ابعد من الجريت اكس. اما السلاح هذا اللي هو البرامد صراحة يعني انا ما انصح فيه الا في حالة واحدة، انك تستخدم الحالة وانك تبني بيلد على السلاح هذا. كدمج اضعف، يعني هو الاضعف من بين الثلاثة هذولي، يعني اضعف من الميت كليفر واضعف من الجريت اكس، يعني من سلسلة المطارق الثقيلة هو الاضعف. وايضا في عيب ثاني هو انه وزنه ثقيل جدا جدا جدا، وزنه 36، يعني حتى لو تستخدمه تضطر انك تستخدم خاتم. يعني انا الان مثلا لو بحطه الحين معاي ويعني كسلاح اساسي، لازم اضطر اني استخدم الخاتم هذا اللي هو رينج اوف جريت سترينث،
لما أشيل الخاتم على طول بتدحرج دحرجة ضعيفة، حتى لو أشيل ملابسي يظل الدحرجة جدا ضعيفة. أيضا يعني ما يمديك تضيف أي سلاح ثاني على جنب مثلا في اليد اليسرى، ليش؟ لأن لو تضيف أي سلاح على طول راح تثقل شخصيتك. فأنا ما أشوف السلاح يعني صراحة مناسب جدا، لأنه ثقيل ويحتاج خاتم ويحتاج غثاء، فأنا ما أشوفه يستاهل إلا في حالة واحدة، أنك أنت تبني شخصيتك كلها على سلاح واحد اللي هو البراند. هنا أقولك توكل على الله ما عندك مشكلة. السلاح اللي بعده سلاح جانبي اللي هو تيرينج كلو، عبارة عن مخالب تطوير التيرينج. ليش؟ عشان أسبب نزيف. هذا هو السلاح الوحيد عندي اللي يسبب نزيف، فأنا مبقيه عندي ليش؟ عشان يعني أغث وأزعج أي عدو يقعد ورا الشيلد من اللاعبين. السلاح اللي بعده اللي هو ميردن هامر، هذا من الأسلحة الجميلة، يعتبر يعني من الأسلحة المفضلة عند اللعيبة. طبعا مطورة تطويرة كروشينج، الدمج فيه 309 تقريبا، فيعتبر ممتاز بل جيد جدا. آخر شيء عندنا تالزمنت اوف بيست، فائدة التالزمنت هذه انك تسمح لك انك تستخدم ميراكل زي السكند شانس لما اسويها الآن، وتسمح لك ايضا انك تستخدم مسحات زي مسحة اللي هو الكيرس ووبن اللي انا حاطها الآن، فهذه فائدتها الوحيدة. بالنسبة الآن للآيتمات، عندنا الآيتم الأهم غير الهيل وغير اللي هو اللي ترجع السحر اللي هو ايج سبايس او فريش سبايس، اللي هو الإلكسر. الإلكسر جدا مهم، فايدته انه يجدد السمن عندك، فجدا ممتاز خصوصا مع الأسلحة الثقيلة، بحيث انه يكون استرجاعك لشخصيتك بعد ما تضرب عفوا يكون أسرع. بالنسبة للخواتم، الخاتم هذا رينج اوف جريت سترينث جدا مهم، في حال انك تبي تشيل مثلا سلاحين ثقيلين مع بعض، اشوفهم جدا ممتاز. يعني مثلا الان لو احط مثلا كليمور مثلا، واحط سلاح ثاني مثلا زي دراجون بون سماشر، لما اشيل الخاتم دحرجتي راح تصير ضعيفة وثقيلة زي ما تشوفون. فلو حاب انك مثلا تستخدم سلاحين مع بعض، تستخدم الخاتم هذا. اما لو تشيل مثلا دراجون بون او تشيل كليمور، بتصير حركتك سريعة. هذا بالنسبة للخواتم. ايضا في خاتم ثاني بعد يعتبر شوي مهم، بغيت انساه، اللي هو ايترنال ووريرز رينج. هذا الخاتم يجدد السمنة بشكل اسرع، فلو حطيت الخاتم هذا مع الالكسر بيجيك تجديد اعلى في السمنة. كذا نكون انتهينا من شخصية سترينث. أتمنى ما قدمته فيه النفع والفائدة، وإن شاء الله نلتقي فيكم مع البيلد الجاي، بيلد الماجيك. في حال عندكم أي أسئلة حطوها في الكومنت أو اسألني في التويتر أو الانستغرام، لأن أحيانا ما يطلع لي تنبيهات في الكومنتات، أي أحد يكتب لي كومنت ما يطلع لي تنبيه، ما أدري ليش. ففي حال انك تبي إجابة سريعة على طول كلمني في التويتر، وبإذن الله راح أفيدك قد ما أقدر. أتمنى ما قدمته فيه النفع والفائدة، ونلتقي فيكم مع البيلد الجاي، وفي أمان الله.